طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة حول آخر المستجدات على الساحة العراقية وعلى أرقام الظاهرة أسفل الشاشة. وفي البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 والاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 ومعدل تصحيح الخطأ 5/6 على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. نبدأ الحلقة اليوم بما صرح به يوم أمس رئيس حزب الدعوة ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، حيث صرح بتصريحات وصف فيها المتظاهرين بالمخربين والخارجين عن القانون. وهذه التصريحات التحريضية الجديدة لا تخلو من دعوات لاستخدام القوة ضد المتظاهرين، القوة المميتة ضد المتظاهرين. وتحدث نوري المالكي عن هيبة الدولة لتبرير ارتكاب المزيد من عمليات القمع والتنكيل ضد المتظاهرين الذين وصفهم بالمخربين والخارجين عن القانون، وأضاف بأن على الحكومة إرجاع هيبة الدولة. طبعا لا نعرف عن أي هيبة دولة يتحدث، عن هيبة تسليم محافظات بأكملها لداعش، أو هيبة التصفيات الطائفية في عهده من طيارين وعلماء وضباط ومواطنين، عن هيبة الخطاب الطائفي الذي انتاز به المالكي، عن هيبة الفساد وضياع مئات المليارات من الدولارات. لكن يبدو بأن المالكي يرغب باستنساخ تجربته الدموية ضد المحافظات المنتفضة عام 2014 وتكرار المجازر التي ارتكبها في الحويجة وديالة ومدن محافظة الأنبار وصلاح الدين وغيرها من المناطق العراقية. دعونا نتابع ما جاء في لقاء نوري المالكي المتلفز يوم أمس على إحدى القنوات العراقية. نذهب إلى الفوضى إن لم تعمل الحكومة على استعادة الهيبة. بصراحة الحكومة إلى الآن لم تستعد شيئا من هيبة الدولة. إلى الآن المتظاهرين يخربون ويقتلون محافظات ساقطة. إلى الآن يدخلون على المحافظ اكتب استقالتك، اكتب استقالتك الآن وإلى بقية المسؤولين. إن لم تعمل الحكومة وهي من أهم الواجبات التي جاءت من أجلها، قضيتين أهم شيء، الانتخابات المبكرة والتي يجب أن تكون مبكرة، واستعادة هيبة الدولة. إذا ما تستعيد الدولة هيبة الدولة، نعم سنذهب للفوضى. المصالحة الوطنية أثمرت ثمرة كبيرة جدا، واستطعنا أن نسيطر على بغداد بحيث حاصرنا الإرهاب ما يقدر يتحرك بعد. ثم انطلقنا من بغداد إلى بقية المحافظات ورحنا إلى الموصل وإلى البصرة وإلى، يعني الآن نحتاج فورا إلى خطة فرض القانون أن يصير تعبئة. وأنا قدمت رؤية بهذا الموضوع، يصير تعبئة ويصير كلام واضح وصريح من الحكومة، من يتجاوز منكم على سيادة الدولة وعلى القانون وعلى المواطنين سنتعامل معه وفق منطق الخارجين على القانون. نعم كلمتنا وموقفنا ورأينا إلى جنب الحكومة في ضرورة استيعاب السلاح، استيعاب الخارجين على القانون، استيعاب الفوضى، ردع الفوضويين اللي الآن أسقطوا محافظات وأسقطوا، إحنا كنا قبل نقول مثلا سقطت الموصل سقطت الآن عندنا الناصرية شبه ساقطة ومحافظات أخرى شبه ساقطة، لأنه يتحكمون بهفد مجموعة من الشباب الصغار. يعني لا أعرف عن أي محافظات يتحدث بأنها ساقطة بحسب تعبيره. منذ انطلاق ثورة تشرين ولغاية الآن المتظاهرون خرجوا بسلمية، ما قتلوا أحد مثل ما قتلوا. يعني لماذا لم يتحدث عن مئات القتلى من المتظاهرين وعن آلاف الجرحى وعن عشرات المختطفين؟ يعني إذا كانت الناصرية كما وصفها بأنها ساقطة حيشاهم، يعني هو يقصد أنها ساقطة بيد الخارجين عن القانون كما وصفهم. يعني هم صار لهم تقريبا اليوم احنا تقريبا 10 أشهر من طلعة التظاهرات، ما الناس طلعوا بتظاهرات سلمية، ما رفعوا السلاح. يعني مع العنف الذي استخدم ضدهم، القتل، الاختطاف، التعذيب، الناس ما شالوا السلاح، بالعكس الناس شايلين أعلام وشعارات سلمية وتظاهرات سلمية. شهد لهم القاصي والداني داخل العراق وخارج العراق، يعني أصبحت أموذجا ثورة تشرين.
فالفوضى انت وجماعتك اللي 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 عاملها الفوضى بالعراق، القتل انت وجماعتك اللي عاملي بالعراق تقتلون بالناس. ثانيا يعني شيء مستغرب انه، ويبدو انه في العراق ليس هناك بعد مستغرب، انه اي مسؤول يجي من مصطفى الكاظمي استلم رئاسه الحكومه والى اصغر وزير في حكومته بس يستلم ويؤدي الامين يروح لازم يزور نوري المالكي. زين اوكي، هو رئيس وزراء اسبق، غير تكون هناك يعني بروتوكولات، شو له علاقة هو بالموضوع؟ بس هو من ضمن الدولة العميقة اللي موجودة في العراق واللي عنده نفوذ وعنده ميليشيات، والرجل يعني متهم بحسب التقارير البرلمانية في ذلك الوقت بأنه الشخص والمسبب الرئيس بسقوط الموصل بيد تنظيم داعش وغيرها من الجرائم المرتكبة في عهده، مثل الحويجة والهجمات اللي صارت على مسجد مصعب بن عمير اللي طلعوهم براءة قبل كم يوم، المحكمة طلعتهم براءة وهم محكومين بالإعدام، وغيرها من الجرائم التي ارتكبت في عهد نوري المالكي وسياسته وخطابه الطائفي في ذلك الوقت ولا زال يعني. فهذا الرجل بأي حق يتكلم ويصف المتظاهرين السلميين بالمخربين وبأنهم يشيعون الفوضى؟ كان المفترض على الأقل بما أنه يتحدث بهذا المنطق كذلك يطالب بالكشف عن قتلة المتظاهرين، ولا ذول دماءهم لا شيء بالنسبة لكم. وهو قالها، قال المفروض أنه يتم استخدام القوة ضد هؤلاء واعتبارهم خارجين عن القانون. طبعا اليوم كذلك أحرق مجددا مبنى مقر حزب الدعوة في صوب الشامية وسط الناصرية مركز محافظة ذيقار، ردا على هذه التصريحات وسط حالة من الغضب من تصريحات الأحزاب السياسية الحاكمة، لا سيما بعد وصف نور المالكي للمحافظة بالساقطة فضلا عن اتهامه للمتظاهرين بالخارجين عن القانون. يأتي هذا في وقت حمل متظاهرون نوري المالكي مسؤولية ما وصلت إليه البلاد من فساد وفوضى، ونددوا بسياساته الطائفية وتصريحاته المحرضة ضد ثورة تشرين. خلونا نتابع هذا المقطع ونرجع لكم. معنا اتصال محمد من ذيقار، تفضل محمد. محمد تسمعني؟ محمد من ذيقار، يبدو اننا فقدنا اتصال مع محمد من ذيقار. حسين من نينوى، تفضل حسين. السلام عليكم استاذي. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك استاذي. قبل 7 أشهر 8 أشهر سجلنا على تطويع مع الجيش على وزاره الدفاع، ولحد الآن ماكو أي خبر عن أسمائنا. نعم. إيه أستاذي؟ يعني تقدمتوا للتطوع بالجيش وما جت أي. نعم. ليش ما استفسرت من وزارة يعني الدفاع؟ أقول لك ليش ما استفسرتوا من وزارة الدفاع؟ أستاذي طوعنا عن طريق الاستمارة. نعم. ايه وتقريبا صار 8 أشهر 9 ماكو اي خبر عن اسمانه. سالته احد بوزاره الدفاع لو ما سالته؟ سالته يقول على الميزانيه، يقول ماكو ميزانيه. ها ماكو ميزانيه، اي جماعه مفلسين ما عندهم، يقول لك ما عندنا فلوس. الجماعه مفلسين يقول لك احنا ما عندنا فلوس. هي يقولوا ماكو ميزانيه. واحنا انت تعرف احنا صاحب العائله و وماكو رواتب، يعني العالم عطال بطال قاعدين بالبيت. الله يعينكم. الله. ايه والله استاذي. الله يعينكم. حسين من نينوى كان معنا. محمد من ذيقار يعاود الاتصال بنا، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا راجل عاطل عن العمل. نعم. تعمل. نعم أسمعك أخي محمد. السلام عليكم. بس نص التلفزيون مو أنت ما دعت تسمعني صحيح. نص التلفزيون للأخير يا أخي. نص التلفزيون للأخير. تسمعني ولا لا؟ وطالب الحكومة العراقية. نعم. وطالب الحكومة العراقية تقول لراس. سووا لراسز. نعم. ألو. أخي محمد أنت ما تقبلت نص التلفزيون، ما أنت ما دعت تفهم على نفسك، احنا بدنا نسمعك. يا أخي نص التلفزيون للأخير. أنا أشكرك محمد من ذي قار، كان معنا أبو الحسن من بغداد. تفضل أبو الحسن. السلام عليكم أخويا. وعليكم السلام ورحمة الله. أحيي قناتكم تنقل الحقائق. أهلاً وسهلاً بك. حول خطاب المالكي حول الثورة، ثورة تشرين العظيمة اللي أنجزها وقادها شباب العراق من طلاب وكسبة وخريجين. نعم. احنا نعرف استاذ عمر انه المالكي هو بال 2008 ولحد 2014 هو كان رئيس وزراء، كان ايضا نقوم تظاهره ضده يقمع المتظاهرين، بالاضافه لهذا يسميهم مسميات بعثيه ودواعش وصدامين وغيرها. والان اعتبرها ثورة تشرين واللي قايمين بها هم الشباب وقادة التظاهرات انهم خارجين عن القانون، لانه تمس مناصبهم وايضا تمسهم. دليل انه هؤلاء المالك وحزب الدعوة هو ارتباط حكومة ايران او ملال ايران، فنشوف توجيهات ايران، لانه هذه التظاهرات وحد الشعب العراقي، بالإضافة لهذا رفضت الوجود الإيراني بالعراق. فإحنا نعرف التوجيهات الإيرانية للحكومة ورفع المالكي كحزب الدعوة والمجلس الأعلى وأيضا الأحزاب اللي بعد الاحتلال صارت هي ارتباط مباشر بإيران. فأيضا إيران أنه ما تسمح للثورة أن تستمر، وإن شاء الله الثورة قائمة ومستمرة، وعملية إسقاط هذا النظام الفاسد القاتل اللي توغل دماء العراقيين والحكومة العراق الحكومة العميلة لإيران وعلى رأسها المالكي هو أيضا سفاك الدماء، إضافة إلى هذا قتل أهل الغربية بكل، إضافة إلى هذا بالآونة الأخيرة أطلقوا سراح اللي قتلوا جامع ابن مصعب المصلين في مسجد المصعب في ديالى. أبو الحسن أريد أسألك، يعني المالكي وغيره يعيبون ويطلقون أوصاف المخربين والفوضويين على المتظاهرين السلميين، شو ما سمعنا هو وجماعته صوتهم من يومية نشوف عمليات اغتيال يتم فيها اغتيال ناشطين من قبل ميليشيات وكاميرات المراقبة تصورهم، وطبعا هم يطلعون بالكاميرا حتى ما ملثمين ما خايفين، ليش ما سمعنا ولا صوت من هؤلاء اللي ينتقدون المتظاهرين السلميين الحضاريين، كذلك ينتقدون الواقع اللي وصل الى العراق من هذه الحاله، حاله القتل العمد والاغتيال في وضح النهار. اخي ابو خطاب. نعم. بالنسبه للمالكي معروف عن ادواته، هو يقود عمليات الاغتيال، يعني قبل الاحتلال الامريكي للعراق كان عمليات التخريب والتفجيرات اللي كانت في العراق هو يقودها، هو مؤسسها. فالآن هو يقود عمليات الاغتيال، شلون يدينون عمليات الاغتيال وهم على رأس رئاسة الاغتيالات وعمليات التخريب والاغتيالات؟ هو أيضا يقوم بعمليات اغتيال في كل مناطق العراق
النشفاء من المتظاهرين والثوار، ما يستنكر ولا، لأن هو يقودها، شلون يستنكر؟ لأن هو يقود عمليات الاغتيال، هو يقود عمليات ضد الناس الثوار والناس الوطنيين والمخلصين. هم يريدون تبقى مسألة الطائفية للعراقيين حتى ذاك الوقت يبقى تبقى كراسيهم وتبقى أيضا مصالحهم. إذا توحد إن شاء الله متوحد الشعب العراقي وتوحد بهالثورة، فأيضا مهددة كراسيهم وأيضا هم مهددين، وإن شاء الله سوف يعلقون على المشانق اللي سواه مالكي ومن بعده ما جرى بالعراق إلا هؤلاء الخونة والعملاء. نعم. من حزب الدعوة والمجلس الأعلى، وإحنا نعرف أنه ارتباطاتهم وين بإيران، لأن إيران ما تريد الخير للعراق ولا للعرب. نعم. لأنه هذا عداء تاريخي بالنسبة للفرس للعرب وللمسلمين، وهؤلاء خارجين عن الإسلام سواء حزب الدعوة والمجلس الأعلى وإيران، لأنه يقتلون المسلمين وأيضا يقولون مو إحنا، وبالتالي يستنكرون. هذا عمل طبعا إجرامي، وبالتالي إحنا نعرف مصير الثورة إنه راح تنجح وتتقدم الثورة طالما الطف شهداء وجرحى، ولن تسقط هذه الثورة إلا بالانتصار وسحل عملاء إيران وعلى رأسهم المالكي اللي قتل أكثر من 2 مليون عراقي بالغربية والمناطق الوسطى، ويتحمل الدم مع منطقة الزرقاء في كربلاء أو النجف، لأنه هو أيضا قصاص أبناء منطقة الزرقاء وقتل أكثر من 1600 واحد. هذا على أن يقدم محكمة مجلس الأمن والأمم المتحدة الزاتين عن جرائم المالكي، يتطرف أنه محكمة دولية أو محكمة خاصة بالإراق تشكل لمحاسبة المجرمين وعلى رأسهم المالكي وعلى أشكرك الاشتراكات بالعملية السياسية اللي مرتبطة بإيران. أشكرك أبو الحسن من بغداد. كان معنا أم مهند من الموصل، تفضلي أم مهند. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك استاذ عمر؟ يا هلا بيك، الله يسلمك. الله يحميك ان شاء الله. الله يحفظك، تفضلي. استاذ عمر المالكي يقول متظاهرين مخربين. نعم. ليش مخربين؟ ليش ما يقول حكومتنا ماذا تنفذ طلباتهم؟ نعم. خلينا نظن طلباتهم، ده شو هم مخربين؟ ليش هم يبقون بالساحات؟ خلينا نظن طلباتنا. احنا شو نريد احنا؟ يعني اصلا شو سعوه؟ ماذا يدور انتخابات؟ غير يسوي لنا شيء، غير يصرف لنا شيء، شلون راح ننتخب عجل؟ يعني ابسط شيء هاي المعتقلين، ما يقدر يطلع المعتقلين؟ نعم. اولادنا كلها بالسجونات، يعني ليش الشكل؟ انا ابني واحد من الناس، انا صار لي 7 أشهر انا ما شايفته، ولا اعرف عنه شيء، لا مخابره ولا تليفون. ليش؟ هو يسوي لنا شيء، يسوي لنا حال، لما هو يدور انتخابات غير انه في طلبات الشعب، هو ما يقول انا في طلبات الشعب. الكاظمي ما يقول انا نفذ، وين سوى لنا؟ كل شيء ما سوى. خلينا في طلبات المتظاهرين، طلباتنا احنا الامهات اللي جانعان ونبكي دمعه لاولادنا بدون سبب. شنو كانت الموصل مقصوده؟ مقصود يفوت عليها داعش واولادنا تروح بالرجلين؟ يعني ابني مال 98، يعني من 2018 الشهر الخامس من انسجن، يجون ياخذون من البيت، يقولون مجرد استفسار، ياخذوه يروح ما يرجع. يخبرني ابني من الناصر، ما ابني جاء، يخبروني من الناصر يا مغادي، دزولي رساله يقول ابنك في سجن الناصريه، تعال واجهي. لما رحت واجهتوني يقول لي يوم اني محكوم اعدام. يا ابو السبب يقول لي ما ادري، يوم من التعذيب يعني من شدة التعذيب والقتل على جلدي، يوم 17 يومين تحت التعذيب يشلعوا نظافه، يا اخي اعترفت قلت لهم اني داعشي. نعم. ليش؟ استاذ عمر يصير هي حكومتنا؟ وين حقنا؟ الحق هو هذا الحق، خلي يروح الكاظمي، خلي يطلع السجناء ونشوف، نشوف ايش يكون مظلمين، ايش اكو ولاد مقردات، ولاد الخايبات، كلها بالسجون. ليش هو ظل داعش راس كبير؟ ماكو داعش راس كبير، انا قتل واللي انهزم انهزم.
ما هضر داعشي هنا بالموصل ولا هضر داعشي موجود هنا. اشو كلها روس الكبار كلها نجمت وقعت براس ولد الخايدة. الله يعينكم. والله يا اخويا يا استاذ عمر، يعني انا ابني هنا 7 أشهر انا ما اعرف عنه شيء، ميت طيب، واحنا بهذا وباء الكورونا، خلي طال عمره، خليه يرحمنا شويه، يرحم السجناء، زخم صاير بالسجن زخم. وباء كورونا ما نعرف عنهم مرضى، ما نعرف عنهم ميتين، طيبين، كل شيء ما نعرف عنهم. ابني مجانا 90 جاهل بعز شبابه، ياخذه من البيت مجرد استفسار ويروح ما يرجع. يعني شيء يعني مأساة مأساة يقهر. والله والله يوميا ابكي دم اني، والله ابكي دم اني وابوه واخوته نبكي دم عليه. هسه وين هو ابنك ام مهند؟ والله والله اخوي بسجن الناصريه. ايش قد محكوم عليه؟ اي والله والله محكوم اعدام. الله، هو ايش قد مواليده؟ مواليده 98. 98؟ اي والله استاذ عمر. واعتقلوه بال 2015. 2018. 18؟ اي نعم، الشهر الخامس. يعني عمره 20 سنة. عمره 20 وقت اخذوه. الله يعيني شو، الله يفرج عن كل بريء. انا اشكرك ام مهند من الموصل كانت معنا. محمد من بغداد، تفضل محمد. محمد تسمعني؟ نعم. معنا اتصال ابو حسن من بغداد، تفضل ابو حسن. السلام عليكم اخوي عمر. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك اخ عمر. هذا نور المالكي مريض بمرض ارهاب، يعني هو هذا مرض ارهابي، يعني مرض يعني شلون يقول لك، يعني مستجد الدم، ويعني حتى يعني مو انسان اصلا. يعني لما يقول انت وقبل ان تنهوا، يعني شنو الحقد هذا للدم اللي حاقد على الاسلام، حقد مو طبيعي. يعني هو هذا حزب الدعوة؟ هو هذا حزب الدعوة اللي يقولون عليه حزب دعوة ومناظر والمظلومية يمحيها؟ هؤلاء كلهم إرهابيين، جو منك على ظهر الدبابة الأمريكية عبالك. يعني شو تقول، يعني حاخدين حقد مصاير، سوى ما الرمادي ما الحويجة، الدم بارد يا اخي. شنو هذول؟ هذول شرادم، شرادم مو اسلام. يعني انا اتعجب، يعني شلون ينام ودم، حتى المعوق على كرسي قتلوه. زين، هذا لما اسس الحشد ودمر البلد، يعني شنو الحقد بدمه؟ هم هذول اتباع ايران واتباع اسرائيل واتباع امريكا واتباع بريطانيا، يعني هذول مو بشر ابدا، مستحيل يكونون بشر. شنو الحقد هذا؟ بس العتب على الشعب اللي صدق بيتي نماذج تعبانة. البلد يراد له صحوة أخي، كل الطوائف هاي جو دولة أجريهم لقتل العراقيين. يعني هسا أتعجب ناس، يعني ما تحسون بالدمار صار بيكم؟ شنو هالسكوت هذا؟ ما المظاهرات، ما مظاهرات هاي ما تصير أخي، ما تفيد. إذا مو ناخذ بالقوة يرجع بالقوة. شعب العراق عريق من زمان، تاريخ مشرف لكل البلدان العربيه. وعلى فكره يا اخي، الشعب هذا ما يفيد الا رجل عراقي اصيل، مو تجي هاي الشرادم من ايران تبع ايتان وما دوين باي مزبله نايمين وجو يسلمون حكم. نعم. تلاحظون هذا اجى مقرفع، يعني طلع العوده هسه منفوخ ومليارات الدولارات ونافخ ريشه. هاي هم امريكا هم جابته وهم منطي الحريه. لو امريكا صدق جايه يعني تيجي العراق عشان تخلصه عشان من النظام السابق، كان قالوا يابا هذا الناس، هذا النظام السابق على افتراض يعني بانه ظالم. زين انتوا سويتوا؟ زدتوا الطين بله، دمروا البلد، سرقوا البلد. كان الطالب اذا يروح يدرس يكمل دراسته يروح يدرس بالخارج يجيب شهاده اعظم شهاده. عشان العلم دمروه، التربيه دمروها، الصناعه، الزراعه. يا عراقيين اصحوا اصحى، والله عيب عليكم السكتون، ترى القادم اسوأ بعد، وعيب على الانسان ينهار ويسكت. نعم. انا اشكرك ابو حسن من بغداد. معنا اتصال ابو غفران من الموصل، تفضل ابو غفران. ابو غفران تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله،
تفضل. شلونك يعني ابو خطاب؟ اهلا وسهلا بك. احيي قناتكم الرافدين. حياك الله يا اهلا بك. اخي انا اوجه يعني يكون سؤال للمالكي او رساله للمالكي، يعني من يقتل ويعتب وتشابه اسماء ياخذ العالم، يعني انا قدام تشابه اسماء وما عنده شيء يعني ياخذون منه فلوس ويرجعون ورا فتره يعوفوه، هم يرجعون ياخذون منه فلوس. بس اريد هو يعني شنو حاسس نفسه على حق؟ يعني شنو نقول ابو حزب البعث يا مو زين، من تجي انت تحكم العراق غير تصير احسن؟ يعني الى متى نسكت؟ الى متى يعني شو نسوي يعني احنا شو نسوي بعد؟ يعني الى متى هذا الظلم يعني؟ وانا اقول سؤال واحد، الله ينتقم من الظالم. الله ينتقم من كل واحد فاسد، لان هذه الحكومه كلها فاسده. الشلع والقلع كلها فاسده. يا اخي يعني ما يصير منع تجوال كورونا، ويعني هذا البلاء من امن عايشيننا، يعني نحن ما عندنا رحم بالارض، نحن ما عندنا رحم بالارض. شلون الله ده يرحمنا بالسماء؟ معني ابو خطاب؟ نعم اسمعك والله. يا اخوي يعني الى متى يعني نصبر على هذا الظلم يعني احنا؟ الى متى؟ لازم العراق نتكاتف ايد واحده تصير وتسقط هذه الحكومه الفاسده. لازم العراقيين يتكاتفون. يعني كافي ظلم، كافي يعني والله ملينا والله. احنا شباب يعني شباب عمره ما يطلع 20 25 سنه، يعني ملينا حتى من حياتنا ملينا. يعني الجندي اذا يقف بالشارع ما تقدر تحكي معه، تقول رئيس الوزراء هو، مو جندي هذا. نعم. يعني مع احتراماتي الطيبين، يعني اكو اخلاقهم حيل اخلاق مو عدم اخلاق، يعني مو اخلاق هذه. يعني المفروض يعني يعاملون الشعب العراقي بالاحترام بالتقدير، يعني ماكو ظلم ماكو فساد. يعني شنو الفساد هذه؟ الى متى؟ يعني داعش ابويا فوت داعش على الموصل؟ نعم. هم فوتوا داعش على الموصل. هاي كلها خطه من عزهم. بس نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا اتصال أبو زكريا من كركوك، تفضل أبو زكريا. أهلا وسهلا بك. الله يحفظ قناتكم إن شاء الله. حياك الله. يا هلا بك. بالعراق إن شاء الله. أم شهداء العراق. الصوت يقطع أبو زكريا. نعم الصوت يقطع. لا أنا أسمعك والله. تفضل. الله يحفظ العراق، الله يحفظ العراق، الله يحفظ العراق. المالكي هو من سنوات هو سوى طائفة، هو سوى سنة وشيعة. إن والله العظيم ما غير هذا أكبر بالعالم هو هذا الولي مالكي، أبو الحزب الدعوة يذبح العراقيين من وليد الوليد من الدين الكافر لحده. يا أستاذ عمر بالله العظيم عليك، الدكتاتور أكبر من عنده بس أريد تجاوبني. نعم. لا أكبر من عنده الدكتاتور مثلا جواب الشيعة ذبح العراقي. لا خلى دوام ما فجرها، لا خل ساجد ما فجرها. يا والله ماكو كل المالكي كل العالم ابن عمر. اشكرك ممنون منك. شكرا ابو زكريا من كركوك. انا معنا مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم.
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. معنا اتصال ابو سيف من الموصل، تفضل ابو سيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي العزيز، اكو مشكله صارت بالموصل قبل كم يوم. نعم. ما حد وصل هاي المشكله لبغداد، مثلا حكومه بغداد ما حد ما وصلها. نعم. حرمه من الموصل هي فقيره تجي حتى تتوسل بالمحافظ مال الموصل. ما ادري شنو تتقدم، يعني شنو من حال الفقر، يعني مره مرتين ثلاثه جت وهو رفضها. نعم. وقدام المحافظه خلت بنزين على روحها وحرقت نفسها، لان ما يعني ما ساعدها بكل شيء. لا حول ولا قوه الا بالله. اي يعني هاي الشغله انا ده اخابر مخارج الموصل وما اعرف احكي بالعربي يعني مضبوط. نعم. ها وقاموا شنو سووها؟ سووها يعني على اساس هي حاله نفسيه عندها. زين وين رئيس الوزراء؟ وين الكاظم؟ يخليه يسمع، خليه يجي، خليه يركض، مثل ما مرات يصير سالفه ببغداد لما يركض يجي يقول يلتقي بشخص الفقير او من يصير مشكله. نعم. انا دا خابرك على هاي المشكله خاص، هذا محافظ من نينوها. كل شيء ما دا يسوي للموصل. وفساد في فساد في فساد ومشاركها الأكراد، عرفت شلون أخي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ما لا لا أحكي لك الواقع وشفت بعيني. نعم. يعني هي أرادت من يوم المحافظة الحادث صار قدام عندي. يعني هي أرادت مساعدة من عنده بسبب حالتها الفقيرة جدا ورفض يساعدها. أي والله العظيم، وأني دا أحلف لك وأكو شهود وأكو ناس ونزلنا وسألنا وأكدت 100%. لا حول ولا قوة. وما ما ما قدر يساعدها، حرقت روحها قدام المحافظة. وأكو ناس ذاك هو تشهد وموجودة، بس أهل الموصل أنا أقول لك من الأخير أقول لك يخافون يخابرون ويحجون ويقدمون هاي الشكاوي، يخافون حيل يخاف. لا حول ولا قوة إلا بالله. فأرجوك أخي وصل، اهم شيء وصل هاي المشكله للحكومه العراقيه، خلي تسمع زين، خلي تجي تشوف الموصل، خلي تجي. اكو فقره لا رحمه على والديك. نعم. الف رحمه على والديك. تفضل اخي. عفنا من مشاكل اللي راح بال 2014 و16 هاي، الله ينجاز بهم. عندنا سهني منطقه سهني وتابع السنه. نعم. انا ما بدي احكي بالطائفيه بس بدي احكي لك الحقيقه. نعم. اسمعني يا اخي. اسمعك اخي ابو سيف، اسمعك. والله العظيم والله العظيم والله العظيم اذا انت مسلم صدقني، المي مي مي شرب، مي مشروع عام، ما دا يجي للسهل نينوى ومناطق السنيه كل 10 ايام مره وبالتواسيل. يقولون العصايب واكو منطقه ساده بعويزه يسموها، هذول اللي مسيطرين على مدير الماء والمنطقه هاي اللي يدز الماء علينا من التركيف ما اعرف منين، ها ويخافون يدزوها علينا هذولاك بالقوه يضغطون عليهم، صاير كل 10 ايام ما يشرب ما يصنع. سهل نينوى هاي منطقه سنيه، يعني القصد منهم انا بالطائفيه بس احكي على على اشاك وعصابات هنا دا تحكم بالموصل. شنو غايتهم من قطع المي هاي؟ انا اقول لك كلها عصابات، مناطق شيعية فول، مناطق سنية حيث السامع اسكت ولا تحكي، عرفتون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مو دا أحكي يعني كسني وشيعي، بس نعم. أكو هيك حالات عايصير هنا بالموصل. مأساة. يعني خلينا نقول لواء 30 حشد الشعبي جو أخذوا سهل نينوى على عيني على راسي. اليوم أنت اطلع من حق الشغلة. سيطر على الوضع بالكامل. ها؟ نعم. لا والله كانوا الاكراد هنا، انا اقول لك خدمات فول، اي شيء تريد كان موجود، بس هسه صاير كلها عصابات. المي ما يشرب، الناس ما عندها مي شرب تشرب كل 10 ايام مره، اذا جت بالواسطات بالتليفونات الناس تلحق المحافظه الشكاوى دا يجيك يوم واحد المي. هاي وين صايره؟ نعم. وانا هسه تليفوني خاص عليك اخوي العزيز على مود هاي المره. هاي المرأة اللي حرقت نفسها قدام المحافظة والموصل يخافون، والله العظيم يخافون يخافون، وشافوا بعينهم ومصوروا ويخافون يقدمون الشكوى.
أنا مريت من غادي شفت ونزلت وسألت، هي مرة مرتين ثلاثة جاية على المحافظ نينوى وما كنت سوالها، يعني اللي تريد ما أعرف شنو السالفة. يعني مصير الامرأة بالمستشفى لو توفت؟ لا لا، قدام المحافظة بالشارع حرقت روحها. توفت يعني محافظة قدام العالم؟ نعم نعم. يعني شوف شوف الإجرام وين وصلت. شوف، لا حول ولا قوة إلا بالله. مأساة والله أخوي العزيز، مأساة. أنا أشكرك والله يفرج عنكم وعن جميع العراقيين. أبو سيف من الموصل كان معنا. ننتقل إلى موضوع آخر. انتشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن عراقي من أهالي الحويجة وهو يناشد بإنقاذ من عناصر الشرطة اللي قاموا بالتحرش ببناته وكذلك بتهديده. خلونا نشوف المقطع ونرجع لكم. ناشد كل الخيرين من عشائرنا الكريمة قضاء الحويجة أن يقفوا معي في هذا الأمر اللي قام به شرطة من الاتحادية بالتجاوز على بناتي في عقر داري في مكتبي، وهم بناتي طالبات جعلتهم دورة، فإجن قاعد نمي من الصيرفة وقاموا هؤلاء بالتجاوز عليهم والتحرش بهن. فأرجو من جميع العشائر أن تقف معايا. نعم، هاي مناشدة الأب. خلونا نشوف كاميرا المراقبة اللي رصدت حالة التحرش من قبل عناصر من الشرطة في الحويجة ببنات هذا المواطن العراقي، بنات محجبات محترمات قاعدات بمكتب الصيرة فمال أبوهن دا ينتظرن رايحات أو جايات من عدهن دورة دراسية، وقاعدات بمكتب أبوهن وما خلصن من هؤلاء الوحوش. ويقول لك الشرطة في خدمة الشعب. احنا ما نعمم، بس هذه الحالات كثيرة جدا كثيرة جدا، ولو عندنا دولة صحيح تفرق حلقة هو واللي وياه اللي يتحرشون ببنات الناس. يعني يبدو أنه هو يعني ما خايف على عرضه فيتحرش بأعراض الناس. خلونا نشوف بالله كاميرا المراقبة اللي رصدت حالة التحرش ببنات هذا المواطن في الحويجة. يقولوا انا ما لي علاقه ولا اعرفه. لا شفت شلون حاضر وانا روح شفت سعد من عند الحلاقين. اي نعم، الحلاق راد يفلت وما فلت. هذا نزل هذا نزل، هذا راد يفلت وراه هو هذا هذا بالنص هددني هذا. اي صحيح، هسه قاعد يسولف قاعد شو يقول له؟ طبعا هذا الشرطة احنا قطعنا الصوت، هذا الشرطة اللي كان واقف يم الولد الموظف ابو الصيرة فتهجم وشتم وقال له افعل بنات الحويجة ما نريد نطلع الكلام. يعني هاي وصلنا الحال، هذا هاي نهاية الدمج والميليشيات وما عندنا اي رقابة. وين وزير الداخلية؟ وين وزير الداخلية؟ وين المسؤولين؟ يا اخي ما ادري، ذول اللي ذبحونا جايين احنا نحمي عرضكم. ويوميا احنا نشوف يا اما يختصبون اطفال يا اما يتحرشون بنساء. شنو انتو اوباش من يا كوكبتو جايين؟
والله ما ادري، ما عندكم لا شرف لا غيره لا تربيه، وجايين احسن احلى شيء لما يعشون، والله احنا جينا نحرركم ونحامي اعراضكم. ما اعرف شو ما اعرف شو اقول والله العظيم مع الاسف. يعني هذا على اساس شرطي، شرطي يتحرش ببنات الناس اللي هو المفروض يحمي بنات الناس، هاي وظيفه الشرطي. لان احنا ما عندنا دوله، ما عندنا دوله، حتى لو كان عندنا يمكن العصابه، والله العصابه اللي نشوفها بالافلام ونشوفها بالحقيقه ببعض التقارير افضل واشرف من هؤلاء. هؤلاء طبعا احنا دائما ناكد انه ما نعمم، ولكن هذه النماذج كثيره، فعلى وزير الداخليه وزير ورئيس الوزراء ان يشوفون دوله جماعتهم. ها هذا اللي لابس البيريه وشايل سلاح الدوله هذا يمثلك انت، فيا اما تحاسبه يا اما ترى الوضع هو بالعراق يعني ما حد محترمكم انتم كحكومه وكدوله على اساس تسمون نفسكم، ما حد محترمكم بسبب هذه التصرفات مالتكم. معنا اتصال صباح من بغداد، تفضل صباح. بالنسبة لهاي الحادثة طبعا أجزم لك 70% من منتسبي وزارة الداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية هم كلهم مرتزقة، 30% ولد ناس جايين على العيشة وعلى الراتب، والله العظيم 70% من وزارة الداخلية هم يأيدون الميليشيات وعمل الميليشيات ويغطون على عمل الميليشيات بكل شيء، بالاغتصاب والسرقة والكواتم اللي تمر عبر السيطرات ويغتالون الناشطين وغيرها، وحتى يمررون سيارات مفخخة ويمررون عبوات ناسفة يطققوها بالأسواق بكل مكان في سبيل يعملون فوضى. ذولي ميليشيات، هذا الشخص اللي يتعدى على عرض الناس هذا أكيد بالتأكيد عرضه بخلل، يعني هذا لا تصدق واحد هذا من ابن منطقة من الحويجة، لو ابن المنطقة حشد عشائري أو منتسب من ابن المنطقة الشرطة المحلية ما راح يقدر يتجاوز على بنت منطقته لأن معروف، لكن هذا مو ابن المنطقة، احنا نعرف من جاي هذا ونعرف علم ولاءاته ونعرف ما عنده لا غيرة ولا شرف، يعني ما يهم أعراض الناس. لا احنا نسأل سؤال، اللي بالسجون النساء المعتقلات ايش جاي يسوون بيهن لعد اللي وراء القضبان وغيره، يعني أشكال هاي حالات الاغتصاب بالنسبة بيها. يعني إذا صحيح المنتسب منتسب داخلية يستلم راتب 1,500,000 وباجات وسلاح ومؤمنة حياته ومع العلم القانون يحميه، لأن هذول ما راح يمثلوا يطبق عليهم القانون أو يشكل بيهم مجلس تحقيقي فعلي وحقيقي يأخذون حق المرأة. هذا لو بزمن ذاك الرجال كان للدرجة الرابعة كلهم عدموا، لأن هذا تجاوز على العراقيين كل، يعني تجاوز على بنت الجنوب بنت البصرة بنت النجف مو بس على بنت الحويجة على بنت الأنبار، وصارت خروقات بكل المحافظات اللي موجودة. احنا واكو تعقيبا على 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 تعليقات المالكي اليوم اللي سمعها وحقيقة مستفزة، المالكي من تجاوز على المتظاهرين وحكي عليهم انهم يطبون على المحافظ ويقعون اجباري وعلى المدراء وغيره، المالكي شخص دموي دموي يريد يقضي على الانتفاضة الموجودة في جنوب العراق ثورة تشرين، يريد يقضي عليها الشوكضة على المحافظات السنية بالأنبار ويتعامل معها بالرصاص، يعني ويا الحويجة ويا الموصل ويا صلاح الدين وديالة والأنبار. يعني شلون صارت بها ساحات اعتصام معتدلة وظلت مستمرة 11 شهر، لكن نهاية المالك بدورته الأخيرة تم القضاء عليها والتعامل معها، يعني كان 13 مطلب. هسه المالكي جاي يعني عد النفس ان لو هو بالحكم كان ما خلاهم هيك يسوون، يقضي عليهم مثل ما قضى على المحافظات السنيه. لا. ايضا يجي بميليشياته الحكوميه وغير الحكوميه، عنده ميليشيات حكوميه المالكي لان هو من اسس الحشد الطائفي هذا الحشد الميليشياوي وكلهم تابعين له. صدقني استاذ هاي فلوس العراق اللي دورتين 8 سنوات مليارات الدولارات تم تشكيل هاي المافيا الميليشياوية اللي يسموها الحشد الميليشياوي، تم تشكيلها بدورة المالكي في سبيل القضاء على هيج انتفاضات على هيج ثورات في سبيل كتم الأصوات اللي تطلع الطالب بحقوقها وحقوق الأمان والخدمات اللي مفروض توفرها الدولة. صباح من بغداد. أم عمر من بغداد دقيقة عندنا. أم عمر تسمعيني؟ انقطع اتصال مع أم عمر. أبو هبة من الناصرية، أبو هبة انقطع الاتصال كذلك مع أبو هبة من الناصرية. إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي تحدثنا فيها في النصف الأول عن كلام أو كلمة لنوري المالكي خلال لقاء متلفز، اتهم بالمتظاهرين السلميين بالمخربين والذين ينشرون الفوضى
وطالب الدولة بمحاسبتهم واعتبارهم من الخارجين عن القانون. في الجزء الثاني من هذه الحلقة تحدثنا عن مناشدة المواطن العراقي اللي شفناه بالمقطع الفيديوي، وكيف أنه ناشد العشائر والناس الخيرة بإنقاذه من هؤلاء الوحوش من عناصر الشرطة اللي تحرشوا بناته، مثل ما شفنا بالمقطع الثاني في مكتب الصيرفة في الحويجة. إذا وزير الداخلية عند ذرة من العراقية، خلي حاسب ذولا، خلي يثبتون وجودهم ومصداقيتهم، وخلينا نشوف. مو يجي والله يوقف شهر، لا، هذا يطلع من الخدمة وينسجن، يطلع نهائيا من سلك الشرطة. إذا عندنا صحيح ناس أشراف ويخافون على العراق، مثل ما تشوف أنت بناتك وبنات الناس هم لازم تشوفهم. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.